نتواصل معكم من خلال هذا الصباح، وزي ما كنا نتكلم عن الزمن وتكلمنا عن الفنان الكبير إبراهيم عوض، هذه الحلقة سنلقي الضوء أكثر على هذا الفنان الكبير والرائع. نواصل سلسلة حلقاتنا المختصة والمحددة بإذنه تعالى للإضاءة لما هو مضيء أصلا، تجربة إبراهيم عوض، لكن لمسة من التكريم والتوسيم والترميز قصد البرنامج من خلال الاستمرار في السيرة التوثيقية بالانتقال من السيرة الذاتية إلى الغيرية. من المهم جدا أن نبتدئ في هذه الحلقة وأعتقد في كل الحلقات بالفرادة التي تميز بها إبراهيم عوض على مستوى ابتدار الكثير من الأشياء التي أصبحت في المستقبل وإن تم التعود عليها وارتيادها، لكن وجوده في الأساس كان في شيء من الحصرية على إبراهيم عوض. يعني خلينا يا دكتور نتكلم عن الجانب الابتداري، الروح الفوارة والثوارة في التغيير في اختراق ما هو متحفظ عليه من حيث العرض. تفضل. أول حاجة والله أنا شاكر لك لهذه الدعوة الكريمة، سعيد جدا بوجودي مع الشباب الغنائين ديل، يعني هم ما شاء الله شباب أصواتهم متميزة كلهم، بضعوا بصمتهم في خارطة الغناء السوداني، وإن شاء الله هم كلهم امتداد لمدرسة إبراهيم عوض مع إضافاتهم الخاصة اللي عملوها. فإبراهيم عوض زي ما قلت هو يعني عنده فرادة وابتدر، يعني هو طبعا سليل الأغنية الأمدرومانية اللي بدت من الحقيبة، وبعد ذاك الأغنية الأوركسترالية، لكن هو داخل دي جدد كثير جدا جدا، خفف الإيقاع، الأغنية اللي كانت كسرة عملها أغنية كاملة، حركته في المسرح كانت حركة يعني بقت مدرسة، الناس كلها بدأت تقلد فيها. أنا أفتكر إبراهيم عوض زي وسع من خارطة انتشار الأغنية الأمدرومانية. إبراهيم عوض فنان أمدروماني 100%، يعني حتى في الحقيقة ما غنى إلا أغنية واحدة اللي هي بدر السما في صفات، لكن الاغنيات الباقيه من عبد الرحمن الريح والطاهر ابراهيم وابراهيم الرشيد وثيب الدين الدسوقي فيها الروح المدينيه 100%، يعني ما حتى غنى الشعبي كثير ما عنده، يعني عنده اللي ابتكر الوافر دراعه ثاني، بس بقى هو وام درمان ونشأته وأغنيته هي الأغنية الأمدرومانية، أمدرومان بكل مكونات اللي ظهرت ما بعد الاستعمار وما بعد المهدية وما بعد الاستعمار. فإبراهيم عوض افتكر أنه هو قدم تجربة أو مدرسة غنائية جديدة، أنا ما بقدر أقول لحنية، لكن في حيث الأداء ابتدى المدرسة جديدة يعني. فلذلك الأغنية عند إبراهيم عوض انتشرت أكثر من ذي قبل، وبعدك هو بقى مدرسة الناس الجو بعده كلهم، بدا بالعرب محمد وردي ذاته مشوا في ذات المدرسة اللي ابتدرى إبراهيم عوض. يعني حدثنا عن هذه يعني الخلطة الغريبة من هذا المكان المحتشد بالنجوم وبالمبدعين وبالعبقرية. نعم، وكما قال أستاذنا الدكتور عبد اللطيف البوني، فعلا انه ابراهيم عوض كان وليد شرعي لحداثة ام درمان ومجتمع ام درمان بكل حداثته بكل تطوره، ووليد شرعي لمجتمع حي العرب، مجتمع حي العرب اللي بيضم اطياف من المبدعين شكلوا الوجدان السوداني. يعني ابراهيم عوض جار لسيف الدين الدسوقي وجار للطاهر ابراهيم وجار لعبد الرحمن الريح، وشوفي وفي الحي ايضا هنالك فنانين متعددين مثل الجابري وغيره، يعني ده حي النجوم والسيد عبد العزيز وغيره، يعني ده حي النجوم وحي المبدعين. عصام محمد نور والفرقه الموسيقيه ووعدنا القائم باللقيا وبالمحبه الان من قساك، واحده من جميلات ابراهيم عوض، وعد بالاستماع. من قساك من قساك من قساك يا ناس حبك، مين قسى قلبك يا ناس حبك، يا ناس حبك
ساكن بس قلبك مين قسى قلبك مساك يا ناس حبك مين قساك مين قسى قلبك مين قسى قلبك مين مساك يا ناس حبك يا ناس حبك عشت سنين وسنين طويلة حرماننا كل ليلة على مكة عيوني آهات أصوات سجوني على مكة عيوني والآهات أصوات سجوني بيني ألغاري شوف عيني عشانك انت يا ناس حبك مين قسى مين قسى قلبك مين قسى مين قسى قلبك مين قساك يا ناس حبك مين قسى مين قسى قلبك مين قسى مين قسى قلبك مين قساك يا ناس حبك دول الناس يا دنيا مالي طال صبري زاد وشغالي دون الناس يا دنيا مالي طال صبري وزاد انشغالي ما قلبي للقلب خالي قساك ونسيت يا سالي ما قلبي للقلب خالي قساك ونسيت يا سالي يا محيرني يا أحلى الليالي يا محيرني يا عاش وهناها قلبي وقلبك قساك مين قسى قلبك مين قساك مين قسى قلبك مين قساك يا ناس حبك مين قساك مين قسى قلبك مين قساك مين قسى قلبك مين قساك يا ناس حبك يا ناس حب يرضيك سودي وعذابي هذا حرمان شبابي كيف يرضيك سهدي وعذابي هذا حرمان شبابي حبي ليك أبكى الندامة وبطلي يا عمر ابتسامة حبي ليك أبكى الندامة وبطلي يا عمر ابتسامة أيام حسرة وندامة مضت أيامي حسرة وندامة مضت أيامي حسرة وندامة والأحلام يا حبيبي قربك قسى مين قسى قلبك مين قسى قلبك يا ناس حبك
مين قسام؟ مين قسام؟ مين قسام؟ مين قسام؟ ايه قسام يا ناس حبك؟ يا ناس حبك ما عرفتو شد لي الليل وصمتو ضبت الويل والهم عرفتو ضبت الويل والهم عرفتو كسر كاس المر شربتو أداري عذاب قلبي الحرمتو أداري عذاب قلبي الحرمتو عيون عاشت تحبك مين قسا مين قسا قلبك مين قسا مين قسا قلبك ينساك يا ناسي حبك مين قسا مين قسا قلبك مين قسا قلبك ينساك يا ناسي حبك يا ناس حبك.